بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 164. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم معنا في الحلقة الماضية ما شرح به المؤلف الآيات من سورة الأنعام فيما حكاه الله عن الخليل عليه السلام وقومه في قوله: وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان. قال المؤلف رحمه الله، وتقدم منكم شرح ذلك: فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين بشفعائهم، فيقال لهم: نحن لا نخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم، فإنهم خلق من خلق الله لا يضرون إلا بعد مشيئة الله، فمن مسه بضر فلا كاشف له إلا هو، ومن أصابه برحمة فلا راد لفضله. قال هنا: وكيف نخاف هؤلاء المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله، وقد أحدثتم في دين الله من الشرك ما لم ينزل به وحيا من السماء، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركاء، أما إن ابتدع في دينه شركا بغير إذنه، بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهؤلاء من المهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ رحمه الله في هذا الكلام يستخلص مما قصه الله عن إبراهيم عليه السلام مع قومه، وأنه بهرهم بالحجة وقهرهم بالبرهان وهددوه بأن آلهتهم ستنتقم منه، فهو هددهم بأن الله سينتقم منهم وأنه يخاف الله ولا يخاف من آلهتهم. فكذلك المشركون في كل زمان ومكان لا يزالون إلى يوم القيامة على هذه الوتيرة، يهددون أهل التوحيد ويهددون أهل الإيمان ويلقبونهم بالألقاب المنفرة ويعيرونهم بالتشدد والجمود والإقصاء وفرض الرأي على الناس إلى آخر ما يقولون. كل هذا سيذهب جفاء، ويبقى الحق ولله الحمد، وتبقى النصرة لأولياء الله وعباده المتقين، لكن مع الصبر على أذاهم والاحتساب للأجر عند الله سبحانه وتعالى. فهذه القصة التي ذكرها عن إبراهيم سبحانه وتعالى ذكرها الله عن إبراهيم، هذه القصة تسلية للمؤمنين في كل زمان ومكان، بحيث إنهم يخطون خطوات إبراهيم عليه السلام مع هؤلاء المخرفين وهؤلاء الدجالين، وأنهم لا يعبؤون بترهاتهم وتهديداتهم وترويعاتهم، فإنها كلها هباء منثور ودخان يثور، وهي شر يطير. ويبقى الحق بإذن الله كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ها هم الآن يسخرون من أهل الإيمان، يسخرون من أهل الدين، يصفونهم بالأوصاف القبيحة، يجعلونهم بصفة الوحوش الكاسرة، وأنهم لا يفهمون، وأنهم متحجرون، وأنهم يعيشون في القرون الوسطى إلى آخر ما يقولون. لكن هذا لا يهمنا ما دمنا إن شاء الله متمسكين بالحق وسائرين على المنهج السليم، فيقولون ما يقولون. نحن لا نزهد في ديننا وفي عقيدتنا وفي اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم. نعم، هذه حجة إبراهيم عليه السلام التي آتاه الله إياها، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه.
فمن لجأ إلى الله واعتصم به ألهمه الله الصواب ووفقه للحجة الدامغة. فإبراهيم عليه السلام لما توكل على الله وصبر حتى ألقوه في النار وصبر على ذلك ولم يتنازل عن دينه كانت العاقبة له، وكان الذكر الجميل والحسن له إلى يوم القيامة، وكان كل من جاء بعده يكون مقتديا به عليه الصلاة والسلام، حتى الأنبياء بعثهم الله من ذريته. فهذه عاقبة الصبر وعاقبة الاحتساب وعاقبة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن على هذا نسير، وكل من يريد الخير ويريد النجاة فإنه يسير على هذا الدرب رغم ما يناله من المشقة ومن أذى الناس ومن التهديدات، فإنه يصبر والعاقبة للمتقين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن قيل، فقد نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب، وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره، وذكر أبو علي الخرقي في قصص من هجره أحمد أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء عند قبر أحمد ويتوخى الدعاء عنده، وأظنه ذكر ذلك المروذي، ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم فاستجيب لهم الدعاء، وعلى هذا عمل كثير من الناس، وقد ذكر العلماء المصنف. نعم. فالشيخ رحمه الله الآن بدأ يذكر شبه هؤلاء الخرافيين. نعم. من أنهم يقولون إن الدعاء عند القبور ينفع، ويقولون دعا فلان عند القبر وحصل له كذا وكذا، وكان قوم يأتون عند قبر الإمام أحمد يدعون الله إلى آخر هذه الحكايات، فيستدلون بذلك على مشروعية الدعاء عند القبور، وليس معهم آية من كتاب الله ولا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حكايات وخرافات لا قيمة لها في سوق الجدل والمناظرة. نعم. نعم. وقد ذكر العلماء المصنفون في مناسك الحج إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو عنده. نعم. ومن خرافاتهم أنهم يكتبون في مناسك الحج، الحج الذي هو عبادة لله وعند بيته العتيق وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، الصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه، يدسون في المناسك ويقولون للحجاج وزوار المسجد النبوي: ادعوا الله عند قبر الرسول فإن الدعاء عنده مستجاب. فهم يلاحقون الناس حتى في أطهر البقاع وأقدس البقاع، ويوصونهم بالشرك والعياذ بالله أو بالبدعة، فيجب الحذر من هؤلاء. نعم. صلى الله عليكم. قال: وذكر بعضهم أنه من صلى عليه 70 مرة عند قبره ودعا استجيب له. وهذا كذب لا أصل له. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، ولكن لا تتعين عند قبره، بل تصلي عليه في أي مكان. قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا قال أحد الرواة لمن رآه يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتردد عليه وسأله: لماذا يفعل هذا؟ قال: أريد أن أصلي وأسلم عليه. قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. الصلاة ليس لها مزية عند قبره، صل عليه في أي مكان، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فهذا من خرافاتهم وترهاتهم، يقولون من صلى عليه 100 مرة عند قبره هذا كذب، يحصل له كذا وكذا. نقول هذا كذب لا أصل له، ولا يزار لأجل الصلاة عليه، الصلاة عليه تحصل في أي مكان الحمد لله، وإنما يزار للسلام عليه لمن كان في المدينة أو جاء إليها للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا ويسلم عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال: وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بقعة يجوز السلام والذكر والدعاء عندها، فجازت القراءة كغيرها. وهذا من القياس الباطل. قالوا: إذا كان القبر يشرع السلام عليه والدعاء للميت فإنه تجوز قراءة القرآن عند القبر وإهداء الثواب للميت. نقول هذا قياس باطل، العبادات ما فيها قياس،
نعم، ورد الأمر بزيارة القبور والدعاء للأموات، هذا ورد، ولكن لا نقيس عليه ونحدث شيئا ما شرعه الله ونقيسه على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فالقراءة عند القبور لا دليل عليها فتبقى بدعة. نعم. وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ، هذا أول شيء احتجوا بالحكايات كما سبق. نعم. ثانيا احتجوا بالقياس، قياس القراءة، قراءة القرآن عند القبر على السلام الميت، على الميت، وهذا قياس باطل وقياس مع الفارق. ثالثا احتجوا بالمنامات وهي الرؤى والأحلام. نعم. وهذه لا حجة فيها، فالرؤى لا يؤسس عليها حكم أبدا، ولو كانت رؤى صحيحة لا يبنى عليها حكم من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو استحباب، لا يبنى عليها شيء من ذلك، إنما التشريع انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وجرب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة، هذه شبهة الرابعة وهي التجربة، يقولون أنه ثبت أن من دعا عند القبور أنه يستجاب له، ومن طلب شيئا يحصل له، هذا يقولون حصل، فهذا دليل على الجواز. نقول لا، هذا ليس دليلا على الجواز، حصول المقصود لا يدل على الجواز، فالمقصود قد يحصل من باب الاستدراج والفتنة، وقد يحصل بسبب أنه مقدر أن يحصل في هذا الوقت فحصل، وليس ذلك لأجل القبر أو لأجل الزمان الذي حضر فيه، وإنما هذا تابع للقضاء والقدر، أو أنه ابتلاء وامتحان واستدراج لهذا الشخص. نعم. نسأل الله العافية. وقد أدركنا في أزماننا وما قاربها من ذوي الفضل علما وعملا من كان يتحرى الدعاء عندها أو العكوف عليها، يقولون كذا. نعم، يقولون كذا. نعم. وفيهم من كان بارعا في العلم، وفيهم من كان له كرامات، فكيف يخالف هؤلاء؟ نعم، يقولون أدركنا من يفعل هذا، وهذا مثل قول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون، فكل هذه ترهات وأباطيل، كما سبق أن العبادة لا بد لها من دليل وبرهان، تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، ما ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فلا بد من البرهان والحجة من كتاب الله أو من سنة رسوله، وما عدا ذلك فإن العبادات لا تثبت بل تكون بدعا ومحدثات. نعم. قال: وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين لأنه غاية ما يتمسك به المقبريون رحمه الله. يقول: إنما ذكرت هذه الشبهات، وهي أولا الاقتداء بالسابقين الذين ليسوا على هدى، والتجربة يقولون قد حصل كذا وحصل كذا، والمنامات والحكايات، ساق كلامهم لا محبة له، وإنما ليبطل هذه الشبه ويبين أنها لا، على كثرتها لا تصلح للاحتجاج، ولا يؤسس عليها دين، ولا تقوم عليها عبادة لله سبحانه وتعالى، وكلها تعب بلا فائدة وضلال بلا هدى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: إن قيل ذلك قلنا الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء ثابت عن القرون الثلاثة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، حيث قال: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نقول لهم: إذا استدللتم بآبائكم وأجدادكم وفلان وعلان، نحن نستدل بمن أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، نستدل بالذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قرنه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وإذا رجعنا إلى هؤلاء لم نجد عندهم شيء من هذه الخرافات التي تزاولونها، فإذا احتججتم بسلفكم نحن نحتج بسلفنا، وأنتم سلفكم لا فضل لهم، أما سلفنا فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، وبين أنهم خير القرون، أنهم خير القرون. نعم. قال: مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة،
ولم يفعلوه لأنهم محتاجون، لو كان هذا مشروعا وهم تعرض لهم الحاجات والضرورات، ومع هذا لم يذهبوا هذه المذاهب، فدل على أن هذا غير مشروع. فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضي لو كان فيه فضل يوجب القطع، لو مع قوة المقتضي لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه. أي نعم، أنه لا فضل فيه ما دام أن المقتضي موجود ولم يفعلوه، فدل على أن هذا غير مشروع. نعم. وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت، فصار كثير من العلماء أو الصديقين إلى فعل ذلك، وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك، فإنه لا يمكن أن يقال قد اجتمعت الأمة على استحسان ذلك. أما بعد القرون المفضلة فقد حصل الاختلاف، فلا ميزة لبعض الأقوال على بعض إلا بالدليل، لا ميزة لبعض الأقوال على بعض لمجرد أنه قول فلان أو قول العالم الفلاني إلا بالدليل. فمن كان معه الدليل وجب الأخذ بقوله، ومن خالف الدليل وجب رد قوله. هذا هو الميزان، ولم يحصل إجماع حتى يحتجوا بالإجماع، فالدليل إنما هو الكتاب أو السنة أو الإجماع. وبعد القرون المفضلة حصل الاختلاف في هذه الأمور، منهم من يجيز ومنهم من يمنع. ننظر من الدليل معه، الدليل مع من يمنع، إذن فيكون المجيز مخطئا. أحسن الله إليكم. قال فإنه لا يمكن أن يقال قد اجتمعت الأمة على استحسان ذلك لوجهين، أحدهما أن كثيرا من الأمة كره ذلك وأنكره قديما وحديثا. إذا قيل أن الأمة أجمع الدليل على هذا الإجماع بما يذكرونه من فعله فلان وقاله فلان وأصابه من أهل الفضل من أهل الفضل وقاله فلان، نقول لا، هؤلاء لهم مخالفون أفضل منهم، مخالفون أفضل منهم، فلم يتم إجماع، بل هناك خلاف، وإذا حصل الخلاف يرجح بالدليل. نعم. الثاني أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حسنا لفعله المتقدمون ولم يفعلوه. نعم، من الممتنع أن الأمة تجتمع على ضلالة، لما في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يمكن أن الأمة تجتمع على ضلالة، وعبادة القبور والدعاء عند القبور ضلالة. نعم. فإن هذا من باب تناقض الإجماعات وهي لا تتناقض. نعم. وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا. هذا هو الدليل، الدليل الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين. أما خلاف المتأخرين وأقوال المتأخرين فإنما يقبل منها ما قام عليه الدليل، وما خالف الدليل فهو مردود. نعم. فكيف والحمد لله لا ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع؟ حتى من الخلف لا ينقل هذا الذي هو الدعاء عند القبور أو الذهاب إلى القبور والعبادة عندها، لم ينقل عن إمام من المتأخرين معتبر، لم ينقل عن إمام معتبر من المتأخرين، بل الأئمة من المتأخرين ينهون عن ذلك، كهذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وكثير من الأئمة ينهون عن ذلك، فليس كل المتأخرين على هذا حتى تقول هذا إجماع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه، مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي أنه قال إذا نزلت لي بشدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب، أو كلاما هذا معناه، وهذا كذلك معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل. إذا كان نقل عن أحد من أهل الفضل وأهل العلم شيء من تحري الدعاء عند القبور فإنه كذب، مثل ما حكوا عن الشافعي أنه يدعو عند قبر الإمام أبي حنيفة، هذا كذب على الإمام الشافعي رحمه الله، واضح الكذب. نعم. قال فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة. أي نعم، الشافعي في وقته ليس هناك قبور يذهب الناس إليها في بغداد، ومنها قبر أبي حنيفة، فإنه في بغداد، وما ذهب إليه أحد في عهد الشافعي. نعم. بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا. نعم. وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين
من كان أصحابها عندهم وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء، فما باله لم يتوخى الدعاء إلا عنده. بل إن الشافعي رحمه الله شاهد قبورا لأهل الخير وأهل الصلاح حتى من الأنبياء ومن الصحابة والتابعين، ولم يذهب إليها للدعاء عندها، فكيف يذهب إلى قبر أبي حنيفة رحمه الله وهو هؤلاء أفضل من أبي حنيفة، ومع هذا ما ذهب إليهم الشافعي، فكيف يذهب إلى المفضول ويترك الفاضل؟ نعم. ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره. حتى تلاميذ أبي حنيفة رحمهم الله جميعا ورحم أبا حنيفة ما كانوا يذهبون إلى قبر أبي حنيفة، مع أنه شيخهم وإمامهم ومحبوبهم، ما كانوا يذهبون إلى قبره ويدعون عنده. نعم. ثم قد تقدم عند الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها. نعم، المنقول عن الشافعي يكذب هذه الدعوة أنه كان يدعو عند قبر أبي حنيفة. المنقول في كتبه الموجودة الآن والمطبوعة الآن أنه ينكر الدعاء عند القبور، هذا يبين كذب هذه الحكاية. نعم. قال: وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه. نعم، لأن هؤلاء الخرافيون يروجون باطلهم بالكذب، أكثر ما عندهم الكذب، لأنهم ليس عندهم أدلة من الكتاب والسنة فيلجؤون إلى الكذب. نعم. مثل هذه الكذبة على الإمام الشافعي، لأن الناس يقدرون الشافعي ويحترمونه، فإذا قيل إن الشافعي يفعل هذا الناس يقبلون هذا الشيء، فالشافعي برأه الله من هذه المقالة ومن هذا الفعل ومن هذه الأكاذيب. نعم. وإما يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، إما أن تكون هذه الحكايات التي يتوارثونها ويروجونها على الناس إما أن تكون كذبا على معروفين على أئمة كالشافعي. نعم. وإما أن تكون منقولة عن مجهول لا يعرف، أو يكون سندها لم يثبت، كلها مجاهيل، فلان عن فلان عن فلان، من هو فلان؟ لا يوجد له حقيقة، وإن وجد فهو وضاع كذاب. نعم. ونحن قال: ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لما جاز التمسك بها حتى تثبت، فكيف بالمنقول عن غيره؟ نعم، لا بد من صحة الإسناد، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يروى عنه لا يؤخذ على طول حتى يمحص وينظر في سنده. نعم. وفي نقلته ورواته، فإن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فهو حق، وإلا فهناك حديث موضوعة حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يكذبون على الإمام الشافعي؟ من باب أولى. وكذبوا على غيره من الأئمة، فالحمد لله نحن عندنا ميزان وهو السند. ولهذا يقول ابن المبارك: لولا الإسناد لقال أحد في الدين ما شاء. نعم، لولا الإسناد لقال أحد في الدين ما شاء. نعم. ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ ويصيب، ومنها ما هو اجتهاد، يعني ثبت عن هذا، إذا ثبت عنه أنه قاله أو فعله فإنه يكون باجتهاد، لأنه ليس معصوما، فهو قاله أو فعله باجتهاد، فيعرض اجتهاده على الكتاب والسنة، فإن كان صوابا قبل، وإن كان خطأ يترحم عليه ويرد هذا الخطأ. نعم. أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه، أو أنه قاله لكن قاله بشروط وقيود، هم نقلوا الأصل وتركوا الشروط، تركوا الشروط ورووه مطلقا عنه، فهذا احتمال آخر. نعم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي عنها بعد النهي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها للصلاة عندها والاستغاثة بها. نعم، من باطلهم أنهم يأخذون الحديث الصحيح ويحملونه ما لا يحتمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الرسول ماذا يقصد؟
يقصد الزيارة الشرعية التي ليس فيها بدعة بدعة ولا شرك. هم حملوا الإطلاق، حملوا إذنه بزيارة القبور على الإطلاق، فتزار الزيارة السنية والزيارة البدعية والزيارة الشركية. حملوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وجعله حجة لنا لا علينا. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عبد الله السلولي. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.